والله بالنسبة للجفاف السنة هاي الجفاف قاسي حيل على المربين المواشي والأبقار جميعا يعني الغلاء شغلة مو طبيعية. التبن من 250 لحتى 300 ليرة كيلو التبن، الحب الشعير من 550 لحتى 600 ليرة، ولا يتواجد الكميات لهالناس خالص. نطالب الجهات المعنية يعني بمساعدة الناس خالص، الناس عم تبيع من الغنم وتدعم نفسها بنفسها، ما جاعد حدا يدعمه بأي طريقة. يعني نهار أسوأ من نهار، يعني والله العظيم ملينا، ما بي علف، ما بي تبن، ما بي يعني خاصة الثروة الحيوانية أثرت علينا، نبيع منها ونشتري يعني وما تحت رخيص، والمواد غالية كلياتها، مواد العلف، مواد التبن، مواد الشعير، مواد النخال كلها غالية. نبيع منها ونشتري منها، هاي يعني ما يمشى الحال كذانه، يعني هل عندنا ملينا منها؟ الصحيح جفاف يا ستار، من نهار أسوأ من نهار، يعني الشهر أسوأ من الشهر، أسبوع أسوأ من أسبوع. ايش ذا؟ انا صحيح يعني حيل يعني اثرنا من طرف الثروه الحيوانيه، ايش ذا؟ بالعربي يعني ما بشي نقدر نقاوم به.